السلام عليكم، معكم فريق فكرة الهندسة المدنية CF Team. اليوم راح نبلش تصوير كيف تفعلوا حساب الزوم لأول مرة، وكيف تعملوا حساب زوم مشان نبلش محاضرات، وكيف إحنا نبلش محاضرات، وكيف راح يكون الشرح وهكذا. أول إشي الأفضل إنه أنا أبني اللابتوب مش من التليفون، طبعا بزبط تليفون وبزبط لابتوب. أنا بدي أشرح من اللابتوب، بقول لكم كيف على التليفون بكون. أول إشي مثلا أنا هذا إيميلي، رقم الجامعي هذا، ايش بعمل فيه؟ روح بعمل فورجت، تمام؟ بعمل فورجت، شو بحط؟ بحط ايميل الجامعي، هذا انا اول مره ما سجلت ولا مره، بحطه، بعدين بحط ايميل روبوت، بحط سند، اللي بعثت لك على الايميل كلمه السر، او بعثت لك الابصر ايش، هاي وصلني الايميل، ايش بعمل انا؟ جو تو ساين اب بيج، عملت جو تو ساين اب بيج، بحط تاريخ ميلادي، بحط اي تاريخ بدي اياه. يعني. دي بقدر اغيره بعدين عادي، ها 2000 حط كونتينيو، قول لي ايش شو الايميل اللي انت تبعك، هذا ايميلي نفسه، نفس الايميل كله بحط نفس الايميل، بحط ساين اب، ان ايش بقول لي بعثت لك ايميل، برجع على الايميل اللي هون، قول لي هون، قول له شو بعمل، بحط له هاي الزرقاء هاي الكبيره، تمام؟ لا تقول لي سامر سمار وابصر ايش، ما بدي اياهم عادي. هون ايش بعمل انا؟ ساين اب وذ باسورد، لا ما بحط ساين ان وذ جوجل، بحط ساين اب وذ باسورد. ايش بحط هون؟ بحط اسمي، مثلا انا اسمي ايش؟ هسه بشوف شو اسمي، مثلا اسمي وهايب محمد، لاست نيم، بحط كلمة السر اللي بدي اياها، مثلا طبعا كلمة السر حاطط لي شروطها، لازم عندي ثمن اشياء، دي حرف كابيتال، فرضا حطيت حرف كابيتال، باقي سمول، حط له باقي، بحط الكلمة بأكدها، بحط له ايش كونتينيو، بعدين بحط له سكيب. انا هيك كله صار معي تمام، انا هيك عملت الزوم. ايش بعمل؟ ارجع للايميل هون، احط الكلمه اللي انا حطيتها، حط ساين ان، انا هذا الاشي بطبق سواء تليفون او لاب، انا هيك صار عندي حساب الهاي. هسا انا كيف اعمل، كيف ادخل على المحاضره؟ مثلا على الجيميل تبعي، روح مثلا على الجيميل تبعي الدكتور، مثلا فرضا بعث لي هيك مسج، بعث لي زي هيك مسج، قال لي انا الدكتور كذا كذا، في عليك بكره محاضره. انا في عندي خيارين، بفوت اعمل جوين، هون لازم اعمل جوين، بحط جوين، طبعا هون اسمي اللي انا حطيته، اسمي اللي انا حطيته هون، اهم شيء تيرن اوف ماي فيديو صح، انه اذا ما حطيتها اول ما تفتح تلاقي الكاميرا قدام كل الطلاب، هيك ببين يعني البنات المشكلة، والشباب اللي مش مشط اللي مش أبصر إيش بصير معه. إيش بعمل هون؟ بحط هون الكود هذا، بحط الكود هذا، بحط جوين، بعدين بحط كلمة السر، بحط إيش جوين. هسه في يعني هذا حكي لي المحاضرة تبلش على 6، أنا ما بقدر يعني راح يضل هيك للست، انا ما بضل هيك، انا لما تصير الساعه 6 ودقيقه بمسك كلمه السر والميتنج اي دي وبحط وبتفوت المحاضره. هسه لو ما بدي زي هيك كلمه سر كلمه سر كلمه سر، دكتور ممكن يعطيني لينك مباشره، لو الزوم طافي وكل شيء طافي بفوت زي هيك لاوبن زوم ميتنج مباشره، بفوت لي برضه على المحاضره. هيك لما يكون عندك زي هيك، يا المحاضرة مش مبلشة يا ما فيش محاضرة، فأنت بتستنى 10 دقائق ربع ساعة، أجي الدكتور تسكر وبتنام، ما أجا بلش، بعد يكون الدكتور متأخر دقيقة مش شرط تفوت على 6 بالضبط. بس كيف نظام المحاضرة بكون؟ لو فرضت أنا بدي أفوت أنا هيك فوت المحاضرة، فرضا فوت المحاضرة، كيف شكل المحاضرة بكون؟ هاي انا اذا بدي اعمل هاي، اذا انا بدي اعمل ميتنج، هاي اذا انا بدي اعمل ميتنج، ما بدي اعمل ميتنج تفوت جوين، دائما احنا بنشتغل جوين،
على فرض كيف المحاضرة بكون، كيف يكون عندك الإعدادات؟ الإعدادات أول شيء المايك راح يكون معك هيك كشكل، التليفون بكون هيك شكله. شو بتعمل أنت؟ بتحط له هيك، أنت كاميرتك طافية، مايكك طافي، كاميرتك طافي، مايكك طافي، بدك تحكي مع الدكتور المايك وبتحكي معه. في ممكن تكتب كتاب شات مع دكتور، ممكن أسأل، ممكن يكون في خيار رفع إصبع، ممكن يكون في خيار رفع إصبع، كله ضبط. إذا بدي أشوف الأعضاء، أشوف الأعضاء، بدي أشوف الأعضاء، كيف بكون كل الزوم تفعل، بدي أطلع من المحاضرة بحط ليف أو إنت، ليف بس أنت ما بكون عندك إنت، إنت بكون عند الدكتور. إذا مثلا صاحبك بده المحاضرة مش عارف شو رقم المحاضرة، بس أنت يكون في عندك علامة جواب أو شيء، تعطي المعلومات هاي، تعطي الرقم هذا، الرقم هذا. إذا واحد بده محاضرة مش عارف شو هي، بتحط لينك وبتعطي اللينك. بس الزوم وكيف تتعامل معه، كيف تعمل حساب جديد. يعطيكم العافية.